اللي ما تتغير صلاته من يوم طفل مع أبيه ويوم عود، هذا ما خاشع في الصلاة. الطفل يوم تعلم الصلاة يسوي بتشل وبتقول وبتقول، بعد بتقعد انتوا يا واقفين بتشوفه قعد خلاف، وقف خلاف مقطر يوله خلاف، قعد يتشوفك كيها صح ولا لا؟ انت وين مقاطع الكاميرا دير له، وانت قاعدين تحوص توقع الا لابو يوم توقف وقف كيها، ما شو فايدة. بعض الناس وهم كبار صلاتهم ما مختلف من يوم صغار، اختفت ذبابة بيتشوف فيهم بتمشي، اختفت نحلة، هذه نحلة مال تربية والله مال شو اسمه، انت كنت باب النحلة الحين، اوه مسيد بني ما في ثريه ما طالعة وايد، هين شفتي؟ قال يوم قعدت كي كبر، يوم خلصت من الركوع قبل لا اسجد رأيتها سلامات. هذه قضية، ولذلك لو خشع قلب هذا لخشعت ايش جوارحه. وليس خشوع الجسم يوما بنافع اذا غاب قلب في شعاب التدبر، فما كل من صلى يقال مصليا، الى اخر البيت.